سلام البنات، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ لي بيبي تيكبروا وديتو كتقالوا شويه؟ سمحوا لي ما بوستيتش فيديو السيمانه اللي فاتت، كانوا عندي ظروف شخصيه اللي ما خلاونيش نهائيا انني نلقى حل باش نصور فيديو، واخا غير ندير لايف ولا ندير شي حاجه. دونك سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، ولكن غادي نعوض لكم فيديو ثاني في الاسبوع الجاي ان شاء الله، نهار الاربعاء غندير فيديو على الماكله اللي كناكل في 6 شهور ديال الحمل، يعني النوع ديال الاكل اللي كنبغي واللي كناكل في هذه الفتره ديال الحمله. دونك نوريكم من يعني من الفطور حتى العشاء شنو كيفاش كنطيبوا، شنو كنطيب ايتترا. المهم، اخر مره هضرنا في اللايف وكانت تجربه زوينه بزاف بالنسبه ليا، حيت تفاعلت معكم اون ديريكت وعجبني الحال بزاف. واخا ماشي كلشي كان معانا، شفت بزاف البنات في لي كومونتير تيقولوا بلي راه زقلو وما كانوش معانا في اللايف. ان شاء الله غادي نبقى ندير لايف كل شهر الا قدرنا نديرو كل شهر. دونك الشهر الجاي ان شاء الله نديرو لايف واحد اخر، ونتمنى كاع البنات يكونوا حاضرين. انا اليوم غادي نجمع ما بين الاسبوع 25 و 26، غدا ان شاء الله غادي ندخل في 27. دوك الوقت اللي كتفرجوا فيا دابا انا ديجا داخله في 27. هاد جوج الاسابيع دازوا عليا صراحه كنت نائم غير يدوزوا، حيت كانوا شي شويه صعاب كما قلت لكم، كانوا ظروف، كانت حاجه مور حاجه مور حاجه مور حاجه. منتي مريضه، انا مريضه، ضربني البرد. انا في هاد الحماله كلها الحاجه اللي عقل عليها في هاد الحماله كلها هو انني ضربني البرد، ديما 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 ضربني البرد. دونك ضربني البرد، الاعراض اللي كانوا فيا جداد ما كاينينش شي حاجه جديده، اللي جديده هو الوجع. جاني واحد الوجع بزاف 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 الجمعه اللي فاتت لواحد الدرجه، تخلعت. قلت صافي راه يمكن غادي، حيت كنسمع بلي البنات يقدروا يحملوا في 7 شهور ولا قبل وكتكون الولاده خطيره، وخفت بزاف. قلت يمكن صافي راه شي حاجه غتبدا فيا، شي حاجه غتوقع ليا. دابا اللي دار ليا هادشي هو ستريس، حيت كنت ستريسي بزاف، كنت عييت بزاف، حركيه انا بزاف، يعني ما كنرتاحش بما فيه الكفايه. دونك هاد الوجع هو اللي كان جاني السيمانه اللي فاتت. ابار سا تحمت على البريوات ديال الحوت، اخت انا ما عنديش مع الحوت. فهاد الفتره كنبغي بزاف هذاك الشيء اللي ثقيل، اللي عامر، اللي ثقيل وطبيعي وحلو. مثلا املو، الا زعما كون قديت ناكل دابا قرعه ديال الاملو كون قدرت كون كليتها. شنو اخر حاجه اخرى وقعت السيمانه اللي فاتت؟ هي ان اختي اللي حتى هي كانت حامله ولدات بنيتها ما شاء الله، ان شاء الله تمنى تكبر في عزهم وربي يحفظها ويحفظها لوالديها ووالدها يحفظهم ليها، عقوبه لينا كاملين. البنات اللي ما فهموش، المهم حيت السيمانه اللي فاتت كنت حطيت واحد البوست، كان نهار الخميس اللي فات، شرحت فيه علاش، يعني شرحت فيكم كما غاديش نقدر نحط لكم فيديو نهار الجمعه. قلت بلي راه اختي ولدات، ومهم كنت حذرتكم فواحد البوست، يعني ماشي غير جيت وما حطيتش فيديو. كنت قلت فيها بلي انا واختي كنا حاملات في دقه واحده، وشي بنات ما فهموش، وقلت بلي راه وليت خاله للمره الثامنه، وشي بنات ما فهموش. ما نشرح لكم شنو معنيتها. انا واختي كان في الحمله الاولى ديالنا، يعني انا باش كنت حامله بليليا وهي كانت حامله بولدها، حملنا تقريبا دقه واحده، يعني بيناتنا غير شهرين، انا كنت سابقاها بشهرين. في الحمله الثانيه عاوتاني حملنا في نفس، ماشي دقه واحده ولكن نفس المده، يعني هي سبقاني بثلاث شهور وولدات بنيتها، وانا ان شاء الله غادي نولد وليد، يعني قدينا الخواطر. والمره الثامنه حيت عندي 8 ديال لي نوفو ولي نيات، يعني ولاد الخوت. فوالا، في اللايف كنت قلت لكم بلي كنتسنى ان شاء الله وليد 99%. علاش ديما كنقول 99%؟ ما تعرف، واخا هكاك واخا كنشوفو في ليكوغرافي وباين وكلشي، انا كنسمع قصص بلي شحال من وحده كتشوف بلي راه عندها بنت ولا كتشوف بلي عندها دري، وفي الاخر كتولدوا العكس. يعني داكشي ديال الله، ديال الله سبحانه وتعالى، ما نقدروش ما نقدرش نقول لك 100%، راني دخلت الكرشي وشفت شنو عندي. ولكن 90% راه نسبه كبيره بزاف، ووليد ان شاء الله
نتمنى نولدوا في احسن ظروف ان شاء الله، وتنتوما اللي يفكم على خير. دونك في هذه المده هذه اللي غبت فيها حسيت تغيرات في كرشي، واخا انايا فيزيكمون بحال يعني لما شفت راسي في المرايه ما كنحسش براسي حامله، يعني ما كنحسش راني ثقيله، كنحس بلي راني نقدر ندير اي حركه، نقدر ننقز، نقدر ندير اي حاجه، ولكن حتى كنبغي ندير ديك الحركه كنشوف راسي بلي لا راني مكوانسيه ما قادش نتحرك. حسيت بكرشي بحال هبطات، ماشي يعني هابطه يعني بحال قربت نولد، ولكن يعني بدا الحجم ديالها كيشد حتى لتحت. باش حسيت بهذا الشيء فاش مثلا كنبغي نتحنى اولا كنربع رجلي ولا شي حاجه، كنحس بكرشي محطوطه على رجلي على لي كويس ديالي، يعني كنحس بدل يعني كنرتاح اكثر الا فرقت رجليا واحد شي شويه، حسن ما الا كانوا مجموعين تنحس ب يعني واحد لانكونفور فاش نكون بحال هكاك. حاجه اخرى لاحظت انني ما جاونيش لي فيرجوتور الوغ كو دابا وصلنا 6 شهور تقريبا وما جاونيش لي فيرجوتور جداد، واخا انا كنت كنتسنى انهم يجوني لدرجه ان الطبيبه قالت لي واش كدهني بشي حاجه ولا شي حاجه، وانا ما فهمتش في الاول، قالت لي راه حيتاش ما فيكش لي فيرجوتور، قلت لها راه فيا قدام، دونك انا اوتوماتيكمون فهمت بلي راه الجلده ديالي باقا ما وسعتش اكثر من داكشي اللي كانت وصلت ليه في الحمله الاولى باش انها تخرج دي فيرجوتور جداد، يعني هي اصلا فيها دي فيرجوتور قدام اللي ما بقاوش دابا كيبانوا بزاف، وداكشي علاش ما بانوش عندي وحدين جداد. الحمد لله يا ربي ما بانوش عندي وحدين جداد. لينيا نيغرا، لينيا نيغرا هي واحد داك الخط فيرتيكال، واحد الخط تيكون في الكرش اللي كيبان في النيفو ديال البوط ديالنا، يعني النومبريل تيكون طالع وهابط يعني فوق النومبريل وتحت النومبريل. انا بديت كنحس كيبان واحد شويه خفيف بزاف من التحت، يعني مازال ما عنديش الفوق، عندي غير شويه من التحت، هذاك كان عندي حتى في الحمله الاولى. الكلف الحمد لله ما جانيش هاد المره، حتى المره الاولى ما كانش فيه، يعني الكلف ما فيهش دات، ما جانيش ديطاج ولا شي حاجه يعني كحله، غير ان الدات ديال كتحسي بها بلي كاين شي مناطق تيكونوا كحلين على اللون ديالهم الاصليين، ولا كيجيني جوع بزاف وليت كنبغي ناكل بزاف والحرقه دائما فيا. دونك غافيسكون ما كيختارنيش هاد المره، خديت لي كومبريمي ديال غافيسكون اللي تما بلو براتيك كنهزهم معايا فاش نكون خارجه. دونك كيجيني جوع بزاف البنات، يعني تحلات لي لابيتي، تحلات لي الشهيه بزاف، يعني ماشي بزاف لدرجه انني نبقى زعما كنضل ناكل، ولكن وليت كنحس براسي هذيك الماكله ديك لا كونتيتي اللي كانت كتشبعني ما بقاش كتشبعني، خاصني ضروري نزيد من بعدا شي حاجه. شنو اخر ولا كيجيني في دابا الم الظهر فين ما تنكون تحركت بزاف، كيجيني ظهري بزاف، وبعض المرات كنحس بالبيبي كيضرب لتحت لدرجه انه كنحس بحال غادي يهبط مني الماء، بحال يعني بحال شي حاجه غادي توقع، كتكون مؤلمه بزاف زعما كضرني بزاف، ما عرفتش شنو هي بالضبط. خاتمي وليت كنحس به ما بقاش ماشي ما بقاش كيجيني، ولكن كنحس به مزير، يعني كيبرزطني، وليت كنحس راسي مرتاحه اكثر لا حيدته. يعني واخا انا ما حسيتش بها، ولكن كيبان ليا بلي انا راه يعني نفخت واحد شي شويه من يديا من رجليا من وجهي، لا ما حسيتش بوجهي، ما عرفتش شنو بان لكم نتوما، شوفوا نتوما واش بان لكم واش وجهي تنفخ ولا لا، حيت الصراحه انا ما حسيتش، يعني غير عيني اللي كتشوف، انا فيزيكمون ما كنحسش بالتغيرات كامله، غير كنشوفهم كنلاحظهم. بغيت نهضر لكم على واحد الكتاب اللي كان هداه ليا راجلي في الحمله الاولى واللي ما كانش كيخطاني، هو هذا سميتو لو ليفر دو بور دو لا فيتور مامون، كنت دائما تنقرا كل سيمانه، كنت كنقرا يعني حاطين بلي ديتاي كل سيمانه شنو سيبقى للبيبي، عندي بحالو ولكن ديال الطفل، يعني الجنين فاش يلا كيتزاد، يعني العام ديالو الاول كامل شهر بشهر، وكنت هو دائما تنقراه. مثلا نجي نشوف الاسبوع 25 و26 نقرا فيه غير شي شويه، بلاتي هذا مثلا كيوري الطرق ديال التنفس فاش كيجيك ضيق التنفس، عاوتاني هنايا دي زيكسيرسيس شمون صدا ديال الالم الظهر من لو سيزيام ما 23 ويلي، شوفو هانتي سيزيام ما فيه لا 23 سيمان، حيت انا صراحه مابقيتش كنقول راه عندي قد في الشهر، حيت مابقيتش كنعرف ولا ساعه كنخربق،
حيت كل واحد يقول لي فيها لو سيزيام مو تيبدا من لا سيمين 23 و تيسالي في لا سيمين 26. يعني انايا غدا ان شاء الله غادي ندخل مع الكاميرا غادي ندخل لسبع شهور. واو 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 تبارك الله ما شاء الله. دونك قلنا 25 لا هيا مثلا انا 25 كام سيمين. شنو كاتبين هنايا؟ كاتبين لو ديفلوبمون ديال البيبي بلا ديتاي دونك ما غاديش نطول عليكم القرايه ديالو. وكاتبين عاوتاني شنو تيبقى لك نتيا مثلا لالدوستيرون اون هرمون دون لان دي زيفي اي دو روتينير لو سيل سو تروف دون لو سان دو لا فام انسانت ان نيفو 3 ا 5 فوا بلوز ايلفي كو لا نورمال. الدوستيرون دونك كاين هرمون سميتو الدوستيرون هو اللي كيشد الملحه في الدم ياك و تيكون هذا الهرمون زايد عند المراه الحامل ب3 حتى 5 المرات اكثر من العادي. دونك داكشي علاش تيتنفخو رجلينا تيتنفخو وجهنا تنتنفخو شي شويه حيت كتكون ديك لا ريتونسيون ديال الماء يعني داك لو سيل اللي تيكون عندنا في الدم كيجمع لينا الماء بزاف وداكشي علاش كنحسو براسنا منفوخين. La raison conseille donc de manger normalement salé, c'est-à-dire légèrement salé, et d'éviter les aliments trop salés tels que la charcuterie et les chips, car le sel a tendance à retenir l'eau. Donc, نحاولوا ناكلوا الحاجة تكون مالحة طبيعيا يعني ما نزيدوش في الملح بزاف ونتفاداو داكشي اللي مالح بزاف بحال الشيبس وبحال بحال الشاركوتري واخا كنت كناكلها. Alors, les conseils, je vais vous donner des conseils. La quatrième visite médicale obligatoire, c'est qu'on fait un interrogatoire, un examen général, un examen gynécologique et obstétrical. Des examens de laboratoire, donc des toxoplasmose, ou on recherche également des agglutinines anti-D quand la mère est RH négative. Pour votre information, étiez-vous malade avant d'être enceinte? Le diabète. Donc, à droite, ça a le diabète. Et tu dis des petites notes. Non, par exemple, n'oubliez pas de faire tous les examens de laboratoire qui vous ont été prescrits lors de la quatrième visite obligatoire. Donc, tu dis aussi des douleurs ou LM, les reins, les clés, oui. تيكون مشكل جاي من يعني لو سونتر دو غرافيتي ما تيبقاش اللي كان قبل في الجسم ديالك يعني حيت كرشك كتكون هزه تقل بزاف يعني لا كولون فيرتيبرال ديالك تيكون واكله الدق. وعطينا هنا دي زيكزيرسيس اللي تي سهلوا شي شويه او تيخفوا دوك الالم. مثلا انك تكوني متكيه على ظهرك وحاطه راسك على مخده وحاطه رجليك يعني على مخده ولا تكوني جالسه فوق كرسي وتحطي رجليك فوق كرسي واحد اخر ولا شي طابوغي. وكل يعني فين ما تتسالي شهر تيعطيوك ان ريكابيتولاتيف في كاع لي ديتاي كاع لي انفورماسيون امبورطونت. يعني هاد الكتاب ما عرفتش علاش ما جبتوش قبل صراحه باين فيه مفيد جدا 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 ونسيت شحال كنت تعلمت منه في الحمله الاولى بزاف الحوايج بيان سور تنقراهم ما كنعقلش عليهم من بعد يعني كنقراهم غير ديك المره تنفهمهم بعد كيمشيو وهذا الشيء اللي كاين. دونك في لو ديفلوبمون ديال البيبي تيكون دونك البيبي دابا تقريبا عنده 760 غرام واخا تبارك الله ولا اكثر فيه 35 تقريبا 36 سنتيمتر في الطول. وتتطور استجابته طفل كلي الصوت بشكل يتناسق مع تطور دماغه فهو يسمع الآن بشكل أوضح وربما يستطيع تمييز صوتك وصوت زوجك. سيساعده هذا التعرف المبكر على الارتباط الوثيق بك وبزوجك بمجرد ولادته. لقد تطورت حلمة التذوق أو حليمة الذوقية لدى طفلك بشكل كامل وبدأت تتوسع فتحات الأنف أي المنخران وأصبح فمه وشفته أكثر حساسية تظهر في أعلى لثته براعم الأسنان التي ستصبح في النهاية القواطع والأنياب. بنات فراسكم كاينين شي دراري صغار كيتزادو بالسنان؟ هذاك العام واحد الوليد تزاد عنده سنينات عنده جوج سنينات لتحت
انا ضربت لها لي كومونتير ديالكم صراحه. ما هاد السيمانه يعني ما كانش عندي نهائيا الوقت نهائيا اني نجلس نقرا كومونتير بار كومونتير ونصور لي كومونتير اللي غادي نهضر عليهم في الفيديو. يعني سمحوا لي بزاف غادي غير نشوف. سناء كوكو سلام بنات. انا تلفت كنخسر ليا لو فوندغودي التليفون كنخسر ليا لو فوندغودي وما عرفتش واش امليس حطات اللايف ولا لا. ممكن اللي قالت كومونتير ديالي تجاوبني حيت بقيت مشوشة عليها. سناء حبيبتي ما كاينش تشوشي عليا. البنات كاملين اللي كيسولوا عليا ما كاين باس. يعني شكرا بزاف حيت سولتوا في شكرا بزاف حيت حتى انا توحشكم صراحه بزاف 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 سورتو من بعد داك اللايف اللي درنا. ما كاينلاش تشوشوا البنات. انا راه حطيت التصويره وحطيت بوست في يوتيوب وحطيته في فيسبوك وحطيته في انستغرام اللي هضرت عليه على كمكره ما غاديش ندير فيديو بلي راه بنتي مريضه بلي راه كاينين ظروف انني ما نقدرش يعني نصور لكم فيديو. ولكن شكرا بزاف لان البنات سولتوا فيا وقلبتوا انكم تعرفوا اشنو وقع علاش ما بوستيتش. فاتي تيمان البنات درت تحليل ديال الدم قالت لي الطبيبه حامله ودابا جاني الدم بحال اهاده شهريه بلا حتى شي وجع شكون بحالي عافاكم. الا كنتي يلاه يلاه في البدايه ديال الحمل ديالك وجاك شويه ديال الدم عادي. مريم بوخ الخال مبروك عليك الوليد. انا عرفت عندك وليد حيت كنتي تبغي حاجه مالحه. ما عرفتش واش بصح ولا لا القضيه ديال الحاجه مالحه. سهيه الميموني ما عندك حتى فكره على الاسهال. انا كنعرف بلي في الحمل ما كيجيكش الاسهال كيجيك القبط. ولكن لازمك الاسهال كاين كيفاش كاين حلول انك تبدلي النوع ديال الماكله اللي كتاكلي. يعني ما فهمتش علاش كيجيني كاميرا بحال هكا الضو كيمشي وكيجي حلية بزاف الا كان الضو كيمشي وكيجي في الكاميرا ما عرفتش مناش. دونك قلت لك تقدري تبدلي غير الماكله ديالك تعرفي شنو الحاجه اللي كتزيد في الاسهال والحاجه اللي كتشد الاسهال. بزاف البنات اللي كيباركوا لي على ود الوليد الله يبارك فيكم البنات شكرا بزاف بزاف بزاف. هاجر الياس كتسول على الدفال اللي كيجي بزاف في الحماله. ما صراحه ما عندي حتى شي فكره عليه حيت ما عمرني ما شفت هذه الحاله اول مره نسمع لها. يعني سمحي لي بزاف ما عرفت شنو اللي غيكون كيتسبب في واش لانوزي واش ما صراحه والله ما عرفتش. رانا كتقول مبروك ولد ما يكون عندي وعند كل وحده باغيه يا ربي يجعلهم صالحين امين يا ربي. بغيت نقول لك اختي ما كاينش 99% ولد اولا 99% بنت. يعني هذه غير لغه الاطباء ما خصناش تكون يعني خطا حيت الا بان واضح راه واضح بنت اولا واضح ولد. المهم غير بان بينت الامر والسلام. شكرا رانا. انا كيف ما شرحت في الاول 99% يعني علاش انايا بقيت كنقول 99% لانه ما تعرف انا ما بغيتش نقول 100% ما بغيتش نقول 100% لانه ليكوغرافي تتبقى ايكوغرافي شي حاجه اللي تتبقى يعني ما دخلناش حنايا لداخل ديال الكرش حنا راه غير شفنا صوره من برا. واش ما عرفتش انا علاش كنقول هاد الهضره اصلا حيت ما بغيتش نتصدم الا ولدت بنت من بعد يمكن هادشي علاش ما عرفتش حيت كاينين الناس تيقولوا بلي كانوا كيسحاب لهم عندهم بنت وفي الاخر ولدوا ولد وكان كيسحاب لهم عنده ولد وولد وفي الاخر بنت. بما انا في لا سيمين 20 وما كنحسش بشي حركات اللي هو كبار سي جوست بحال ضريبات ولتحت بزاف جامي حسيت بشي حاجه في كرسي الفوق عافاكم قولوا لي واش عادي مريمان عادي. فاطمه الشيخ عقلت عليك فاطمه الشيخ. حنونتي على الحرقه انا ما سلكني غير القزبر قطعيه وضعيه في جميع الاطباق يعني عن تجربه والله غير رحمه هاد الساعه مع الحرقه الحمد لله جربيه وردي لي الخبر. بوسه كبيره حبيبه. انا بوسه كبيره لك فاطمه الشيخ شكرا شكرا بزاف بزاف بزاف. عرفت بلي القزبر كيحيد الحرقه. حتى التفاح شفت بلي فين ما ناكل دابا شي اكله عافره راسي غادي تجيني الحرقه من بعد كناكل تفاحه من بعد وتتمشي. سامسونج سلام توحشناك واش يمكن تهضري على لاليتمون حيت انا كيولفوا بيبران في كلينيك. غنهضر على لاليتمون ان شاء الله.
اش غادي نقول لك، ما عرفتش واش في الاخر ولا حتى نولد. انا الصراحه اش غنقول لكم، لا ليتمو انا عندي مهم 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 لواحد الدرجه خطيره جدا جدا جدا، وما عرفتش علاش ما كيجيني، يعني كيجيني بلي راه كل ام مخلوقه اللي تقدر تولد قادة ترضع. يعني كاينين حالات نادره نادره ماشي قليله، نادره اللي المراه تيكون عندها مشكل في صدرها ما تقدرش ترضع. والرضاعه مهمه البنات، مهمه مهمه لواحد الدرجه ما تخيلوش، لان حليبك مصنوع خصيصا لهذاك البيبي على حسب الحاجه ديالو. يعني تخيلوا معايا ان منين البيبي تيرضع من بزولة ماما، هو داك الطفل ديالو الذات ديالك بحال كتقرا، بحال كديكريبتيه، يعني بحال كديكوديه وكتعرف الحاجيات ديالو، وعاد كيتمشي تخلق الحليب اللي فيه هذوك المواد اللي خاصين ذات ولدك. يعني الحليب ديالك مصنوع خصيصا بيرسوناليزي لهذاك الوليد اللي عندك. اما الحليب ديال لا فارماسي انا ما عنديش معاه، ما عنديش معاه نهائيا. وحاجه اللي ما كنحملش واللي كتوقع في لي كلينيك بزاف، هو ان غير تولدي بلا، انا جاتني يعني غريبه جدا ان بلا ما يستشروا معاك يهزوا البيبي ويعطيوه الرضاعه. يعني انا هذه هي الاكره حاجه عندي واللي ما بغيتش توقع ليا في هذه الحماله، الا لو ولدت بسيزاريان. حيت الا ولدتي بسيزاريان تيكون فيك البنج ضروري انهم يرضعوه، ويعني انا كتجيني مأساة، كتجيني حاجه ما عرفتش. واخا كتقولي الحمد لله راه ولدتي وتفكيتي على خير وكلشي، ولكن انهم يهزوه ويعطيوه حليب واحد اخر ماشي ديالك. ويعني انا كيجيني تولدي تحطي تهزي ولدك هذيك الساعه وترضعيه وصافي تبقاي غير انت وياه، ماشي يهزو يحيدوه ليك ويعطيوه شي حاجه مسكين. المهم هذا هو الفكر ديالي، وان شاء الله مازال نتعمقوا في هذا الموضوع. الا بغيتو فقط، الا بغيتو البنات. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، وسمحوا لي عاوتاني مره اخرى حيت غبرت عليكم بزاف، ولكن راه حيت فريمون 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 عندي ظروف اللي ما خلاونيش انني ندير فيديو. وان شاء الله غنشوفكم فيديو نهار الاربعاء كيف ما قلت لكم، ونهار الجمعه الجايه يعني نقدر ندير حتى نهار الثلاث، ما عرفتش نقدر ندير اما الثلاث اما الاربعاء ولا قبل ولا مهم على حساب، حيت الفيديو كنصورها اليوم دونك تقدر تكون واجده قبل الوقت. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى لكم احسن ويكاند واحسن اسبوع واحسن سنه سعيده اللي بكناش غنشوفوا من هنا العام الجاي. سنه سعيده بكل بالصحه والهنا، واي حاجه تمنيتوها في خواطركم في الخير. الله يجعل هاد السنه الجايه تكون عامره غير بالحب والضحك وراحه البال وكاع داكشي اللي زوين وكاع داكشي اللي تمنيتوه في خاطركم ان شاء الله يا ربي. نخليكم تهلاو في راسكم بزاف. باي باي.